بس نفكر نعمل كارديو دغري بيخطر عبالنا انه هلأ بدنا نقعد نمشي لفترة طويلة على الكارديو والوقت رح يبطل يمرق ورح نزهق حياتنا. عشان هيك اليوم رح فرجيكم عن نظام High Intensity Interval Training هو أفضل نوع كارديو فيكم تعملوه لحتى تحرقوا الدهون بوقت أقل. إذا اخترنا نعمل نظام الهيت من خلال تمارين الكارديو منبلش أول شيء بتمارين الإحماء، بعدين منبدأ بأول تمرين نعمله لمدة 30 ثانية بمستوى عالي الشدة. من بعد كل تمرين عالي الشدة اللي رح نعمله لمدة 30 ثانية بنعمل هذا التمرين بيكون منخفض الشدة لمدة دقيقة وبنرجع منعيد كل تمرين من 5 ل 8 جولات. إذا اخترنا نعمل نظام الهيت من خلال رياضة المشي أول شيء ضروري نبدأ بتمارين الإطالة حتى نتجنب أي إصابة. من بعد هيك بنزيد مستوى وشدة التمرين من خلال السبرنت اللي رح نعملها بأسرع سرعة عنا لمدة 30 ثانية، من بعد هيك بنمشي مشي عادي لمدة دقيقة. نظام الهيت بالجيم نقدر نعمله على جهاز التريدميل أو الإليبتيكل أو جهاز البايك. بدنا نبلش على سرعة بطيئة لمدة 3 دقايق لحتى نسخن جسمنا، وهلأ منبلش نزيد مستوى شدة التمرين من خلال زيادة السرعة أو المستوى لمدة 30 ثانية ونبذل أقصى مجهود عنا بهالفترة. نرجع لمستوى منخفض الشدة من خلال تقليل السرعة أو المستوى لمدة دقيقة ونكرر هالعملية من 20 دقيقة لنص ساعة. إذا عم تواجهوا صعوبة لكم تحرقوا دهون أو زهقتوا من نظام كارديو المعتاد اللي بتعملوه دايما، جربوا نظام الهاي انتنسيتي انتربل ترينينج ورح تشوفوا الفرق.